في كل مكان أجدد الترحيب بحضراتكم في المباراة التي يظهر فيها أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد على دكة بدلاء فريق الاتفاق في مواجهة لويس كاسترو في واحدة من المباريات التي تتجدد بين الطرفين بعد مباراتين سابقتين في هذا الموسم. كانت في اللقاء الأول خضراء اللون بفوز الاتفاق في افتتاحية الأسبوع الأول من بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، والثانية كانت في بطولة كأس الملك يومها على أرضية هذا الملعب، فاز النصر بهدف كان عن طريق ساديو ماني. ومن يومها بدأ اختلاف فريق الاتفاق ولم يعد كما بدأ الموسم. خالد طريس حكم هذه المباراة مع طاقم تحكيم، نتمنى له التوفيق في مباراة اليوم ومشاهدة بالتأكيد السير بهذه المباراة إلى بر الأمان في واحدة من المباريات التي تأتي في غاية على أرضية الملعب. ستيفن جيرارد يتحدث ويطمئن، ومن تيسران وعبدالله الخطيب أيضا وكوايسون. هذه جماهير، كنت أتكلم عن الفريق اللي قادم من 7 مباريات بدون فوز، أخر في جدول الترتيب، سجلت أكثر منا، والكرة بتتحول إلى أمفراب، كرة تصل إلى ساديو، وصلت بعد ذلك إلى تيريس، لكن الكرة في مكان ساديو، استلم ساديو، وقف، ممكن يغير الاتجاه لي للتهديف، لكن قبل ذلك قد يظهر الهداف كريستيانو، يرسل كرة طويلة وعالية، يحاول فيها تيريس، لكن هناك السقوط، هناك خطأ، خطأ لمصلحة النصر في الدقائق الأولى من شوطة من هذا المكان. كريستيانو يتقدم قوي، الله رونالدو، كرة تعود إلى أوتافيو في مكان طوفانو، الله العرضية قد تأتي لكن الرأسية لم تأتي بعد. لا يريدون هو أن يتوقف عن القتال، يريدون أرقامه بأن تعود كما بدأت. الكرة تصل باتجاه بروسو، يغيره كثيرا في هذا الموسم بالتعاقدات بالأسماء التي إلى أوتافيو، أوتافيو والتمرير، الله ساديو، لو استلم ساديو صوت، الكرة بتضيع، الفرصة بتضيع، لسه ما نزلوه، لسه ما نزلوه، طيب عشانهم، شوف اللقطة، شوف، والكرة وصلت من بعيد، ساديو استلم، ساديو حدا، يا دبلي هل تعود اليوم؟ مستحيل يا موسى، الكرة يتصدى لها نواف في لقطة، في مكان إلى تلسكا في مكان، الله يتقدم سلطة العرضية، بغير الاتجاه النصر يخرج بطريقة لا يشتذر، ممكن الآن تغيير الاتجاه، كريستيانو ما زالت، الله على التمرير في مكان، عادت إلى ساديو، ساديو حاول التوغل لكن بين الخطوط، كرة للاتفاق في نالدوم، موسى ديمبلي لابورت أولا، الله على كرة ضاعت، لكن هناك راية وتسلل خلف المدافعين، وقف كريستيانو حاول يعدي، ما زالت المحاولة قائمة، يرسل الكرة إلى تيريس، عدى تيريس، حاول حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، والكرة بتتخلص، موسى ديمبلي وحيدا في الكرات المرتدة، ستكون الأمور صعبة، بحاجة إلى مساندة أكبر من جانب كوايسون، بحاجة إلى مساندة أكبر من جانب فيرب، تصل بعد ذلك إلى كريستيانو، كريستيانو حدا عرّاب، لكن الكرة أوتافيو إلى ساديو، إلى أوتافيو، إلى كريستيانو، تصويبة على الطاير، كانت من الدور، كانت من صاحب 50 هدف في هذا العام. امبابي وصل إلى 52 هدف، ولكن لم تعد له مباريات. هلان بيرسل كرة إلى السلطان، ممكن العرضية، رأسية، الله يا كريستيانو، يا كريستيانو، كادت ولكن حارس المرمى في نفس المكان، شوف العرضية اللي تقول له سجل لي، هنا الارتقاء، هنا كريستيانو، ولكن حارس المرمى بعيدة بعض الشيء، تلسكا وكريستيانو، كريستيانو قوي نص الملعب، حاول المرور إلى كريستيانو، كرة عرضية، الله، لكن ساديو حتى ساديو مر، هذا ساديو، هذا ساديو، الآن العرض، كريستيانو يطلب الكرة، ساديو يتحرك، تلسكا خذ مكان، الله، عرضية، المتابعة مستمرة، تيريس على الطاير، مستحيل يا رب، هدف للجولة يا تيريس، ليس هناك أجمل من مدافع يمنع الأهداف إلا مدافع يسجلها، هذه الأهداف وإلا فنا يا تيريس، هذه الأهداف وإلا فنا يا تيريس، ليس إلا مدافع يسجلها عند هدف من كرة
على الوحدة وعند الأجمل على الاتفاق. الله الله يا للطلقة يا للطلقة يا للطيانو. يحاول المرور يحاول الآن منزلة الكرة مع عدة ست لاعبين في منطقة الجزاء. كرة عرضية راسية ممكن يعدي ممكن يصنعها في مكان تلسكو. الله راسية الكرة تسقط الآن وصلت إلى كريستيانو. منزلة المحاولة قائمة ولكن الكرة أيضا بتتحول إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. ضربة مرمى يشير إليها حكم المباراة البحث الآن من حامد إلى موسى بين الخطوط والكرة تصل ولكن هذه الجهة لعب على لاعب يتقدم بيرسل الكرة عرضية. كريستيانو تقدم ممكن العرضية ويستلم ساديو اخترم ساديو توغل لكن شايف المدافع في مكان إلى أوتافيو في مكان بيلعب الكرة إلى بروسو إلى كريستيانو لكن لو فتح مساحة لا كريستيانو حدا منزلة المحاولة بيلعب الكرة عرضية يحاول المرور حتى توغل حاول مرة مطالب بردة فعل وهذه قد يكون الخطيب حتى عرّب كرة بتتحول كريستيانو يحاول المتيلة كريستيانو عادت إلى بروسو. الله كل شيء يبدأ منك ويمر خلالك وقد ينتهي بك أيضا. بروسو يسجل أول أهدافه في الدربي والمباراة في قفة بروسو كرة تعود كرة يتم بناؤها في المدرج الآن. كرة عرضية من دانيس كاب في مكان لقى من ساديو والمساحة كريستيانو يطلب الكرة لعب على لاعب على اثنين ساديو عدى. الله المرور إلى كريستيانو مستحيلة كريستيانو بعد مجهود انظر إلى حسرته وكأنه يهدر يرد للجماهير بهذه اللقطة حتى الله على هذه الكرة يا ساديو لماذا لم تكتمل في اللقطة الماضية كادت بأن تكون هدفين الكنترول أولا المرور والإنهاء ثانيا لكنها ضاعت كتاب أنت يتقدم كريستيانو يتقدم. الله لم ينتهي العام ما زالت هناك أهداف وأحلام لم ينتهي العام ما زالت هناك أرقام بالنسبة لكريستيانو يرسل الكرة إلى فينالدوم ممكن العرضية تصل والاتفاق يصل